حوار أونلاين الجمعة 11 كانون الثاني 2019 مرحبًا. ببداية حوار أونلاين لليوم أتبت تحيات من كارول كرام المخرج، بيير جامو ومني جورج العلية وباستراحة بين العاصفتين نورما وتريسي نحن معكم مباشرة على الهواء بلقاء جديد من حوار أونلاين ضيفنا أمين السر العام بالحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر أنا وياك من حي المستمعين أكيد تحية لك لصوت لبنان للمستمعين جميعا بدنا نوجه لهم تحية كبيرة هن فيهم مثل ما تعودوا بحوار أونلاين يشاركونا بالبرنامج يطرحوا كل شيء بحبوا يطرحوه على الهواء كل شيء بالسياسه بالاقتصاد بال الاجتماعيه يعني الاوضاع الاجتماعيه اللي عم نعاني منها كل شيء عن العاصفه اللي عانوا منها اللبنانيين وكل شيء متوقع يصير بالعاصفه الجديده اللي رح تضرب لبنان ابتداء من الاحد المساء يعني في توقعات انه في عاصفه كمان ان شاء الله تحملنا بس الخير وما تحمل النقمه مع مثل ما صار بالعاصفه بالعاصفه الماضيه الماضي خاصه على الطرقات و... يعني اشياء ما يعني ما بنحب نشوفها بقى خاصه انه نحن بلبنان يعني هي مساله مش مساله مش ناقصنا بعد مشاكل اكيد ولكن شو مجهزين نحن لنواجه هيك هيدي ما يعني ما عم نحكي عن كوارث عم نحكي عن عواصف طبيعيه تقريبا ما في شيء هالقد استثنائي بصراحه مرق بتاريخ لبنان عواصف ثلجيه حملت معها اكثر بكثير مما شهدناه بال يعني المرحله الاسبوع الماضي فالشيء الاساسي انه الانفراستراكشر اللي عندنا للاسف منا مجهزه رغم كل ما صرف من البنى التحتيه رغم كل ما صرف من اموال من اموال عليها ما ما عم بتكون مؤهله لمواجهه اي حاله من هذا النوع يعني اقل شغله عم تكشف مدى الاهتراء بالوضع البنى التحتيه عم تكشف عم تعرّي بعض المتعهدين بعض صحيح. مرتكبي صحيح. صحيح. صحيح لانه ما في رقابه ما في محاسبه وهون كل الاصوات اللي عم ترفع بهذا المعنى بالبلد اليوم عم ترفع الصوت وتقول انه هناك فساد وهناك عدم مراقبه وهناك عدم محاسبه للمخالفين والمرتكبين بكل ما يعني اللي اللي عم بيقوموا بهي الاعمال وينفذوها بدون معايير بدون شروط السلامه بدون المتانه المطلوبه حتى احيانا شفنا بالصور بلوكات بطون زيحه من محلها على شط يعني على شط على شط على كورنيش الكورنيش البحري للاسف للاسف عم بتشوف هيدي الظواهر كلها عم بتعري مش بس المتعهدين هي عم بتعري الدوله، مم. يعني المتعهد ما بيقدر هو يعني يتصرف مثل ما بده ويربح بالطريقه اللي بده اياها ويقدم الخدمه اللي بده اياها لو هناك رقابه من الدوله بشكل بشكل يعني كما يجب ان تكون هيدي هيدي الرقابه بكل مسؤوليه، المساله الاساسيه هون هي الـ الـ الغطاء السياسي اللي عم يحظى فيه المتعهد والغطاء السياسي اللي عم يحظى فيه من يتولى هذه المشاريع وينفذها واللي عم ياخذها من من الدولة عم يحصل عليها من نهاية المطاف من الدولة عم يدفع المواطن اللبناني حقها مرتين هيدي الخدمة بكل صراحة عم بيدفع يدفع حقه بالأول بالهدر اللي عم بيصير عم يدفع حقها بالفساد اللي عم يحصل بهذا المشروع واللي عم بيراكم ارباح على اساسها هؤلاء المتعهدين وهؤلاء المنفذين لهيدي المشاريع والشركات والمؤسسات والاشخاص وكلهم اذا بتبرم بالبلد كله سوا اليوم بتشوفهم واحد اربع واحد متعهدين عم بقمه الثراء بقمه الثراء وبالتالي بيرجع المواطن بيدفع حقها للخدمه مره تانية لانه وقت اللي بيصير عندك عاصفة مثل هذا من هالنوع ما بيقدر يحصل ما بتقدر تحمي البنية التحتية ما بتقدر تخليه ينتقل من منطقة للتانية بشكل بشكل جدا جدا طبيعي هيدي إذا ما ألحقت الضرر فيه كمان ببيته بأرزاقه بأملاكه إلى آخره وإلى آخره فهون عندك سيستم كله سوا على بعضه لا يمكن أن يستمر لا يمكن أن يستمر ولا يجوز بس هو مستمر هو حتى الآن مستمر ولكن لا يجوز لإلنا كاطراف كقوى سياسيه اليوم بالبلد الاساسيه اللي موجوده بالسلطه واللي يعني ممسكه بزمام بزمام الامور طبعا مع تفاوت القدره على يعني خلق يعني ثغرات بهذا الـ بهذا الـ الجدار بس في في محل معين لابد من قرار لابد من موقف حاسم لابد من وقفه حقيقيه لابد ما انه نوقف كلنا ونقول بدنا نحط يعني حد نهائي لحالة الفاسد المستشري أستاذ ظفر ناصر حد بس نهائي سؤال... للغطاء السياسي اللي عم بيتم على اللي عم بيكون للفاسدين واللي عم بيتموا فيها هؤلاء الفاسدين لأنه بنهاية المطاف هذا الأمر مش بس عم يضر المواطن حتى رح ترجع تنقلب على القوى السياسية طيب اليوم كل الأطراف السياسية الأساسية اللي مع خطاب واحد انا بال... ما عم بحكي ما عم بحكي عن الخطاب الخطاب واحد انا عم بحكي عن قرار بس حاسم عم بسال سؤال عم بحكي عن قرار حاسم <applause> قرار حاسم يعني بدأ إرادة تنفيذ على الأرض بدي إجي أقول أنا كقوة سياسية أنا ما بدي أحمي حدا مخالف أنا ما بدي أحمي حدا اليوم أنتم كحزب تقدم اشتراكي أخدين هيدا القرار نحن الأرار. أخدين هيدا القرار نحن عم نشتغل على هذا الأساس نحن عم نقول اليوم الشيء اللي عم عم نواجهه ما كل القوى السياسية عم بتشوف صار. طيب ليه الوزير ويقام وهاب عم بكرة والظهر وعشية بيقول عم تحموا أنتم بعض الضباط بقوى الامن الداخلي شو, شو بدي شو ما ما انحمى حدا ما انحمى حدا شو حقيقه هذا الموضوع بس شو انا انا عم بحكي بالموضوع بصراحه عم بحكي بالمستوى لازم ينحكى فيه يعني مش بهذا السجال يعني اللي الهدف منه يعني معروف شو هو انا نحن اللي عم بقوله حتى بما يتعلق باحد الضباط بقوى الامن الداخلي اللي, اللي قيل بانه نحن عم نحاول انه نحميه، ما قاله رئيس الحزب كان جدا ان يفتح ملف او ان يحاول يحاول البعض القول ان هناك هذا الموظف فاسد وهذا الموظف فاسد لاسباب خلاف داخل هذه المؤسسه وصراعات بين ضباط داخل هذه المؤسسه شيء وان نقول انه نحن بقى نفتح ملف فساد ومخالفات ونعمل محاسبه جديه هذا امر اخر عم نرجع للعبه نفسها <applause> بس لك عم نرجع للعبه نفسها قالها رئيس الحزب بالفم الملان، افتحوا ملف المخالف والفاسد الى الاخير، افتحوه على الكل، افتحوه للجميع وقت اللي بنيجي نحن بنغطي خليجي حدا يطالبنا، طيب. بس ما فيني انا بين طيب. قطاعات بين قطاعات داخل مؤسسه وحده نتيجه الخلاف ما بينهم، وهذا بيحب هذا وهذا ما بيحب هذا، بيجي بفتح هذا الملف لحتى لي علم هون او علم هون، هيدي مش محاسبه هذا مش فتح لفات فساد يعني طيب المطلوب نصوب تان... المطلوب اليوم قرار واضح وصريح ونعمل على تنفيذه بمكافحه الفساد وعدم دعم وتغطيه الفاسدين من كل الاطراف هذا القرار مش موجود بعد لا مش موجود للاسف احنا مع انه خطاب كل الاطراف السياسيه خلينا. خلينا. صب خلينا. بهذا الاتجاه كله عم يعمل خطاب بالاعلام شيء وعلى الارض في شيء تاني خلينا <applause> نعترف بقى بنحكي بضد بال... بال... الفساد من ميل من ميل تاني بنروح بنعمل يعني آآ اكبر الصفقات واصغرها على حساب المواطن ومن جيبه المواطن وبنهايه المطاف من دفعوا من الثمن المهم انه مفكرين حالنا نحن معليش انا ما بدي يعني كمان اكون عم بحكي كانه نحن نازلين هل... يعني آآ 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 كا كاشخاص عم نتعاطى سياسي او حتى كاطراف انه والله بس شغلتنا نتهم الاخر بانه هو فاسد وانه انا مش عم بحكي من هذا المنطلق انا عم بقول نحن مسؤولين نحن كطرف سياسي مسؤول من هون بدنا نبلش نحن كقوه سياسيه مسؤوله انت تتعاطى ال... بس لك انت تتعاطى على هذا الاساس هذا التوجه اللي نحن عم نحكي فيه اليوم مش لحتى بس اذا طلعنا حكينا بمساله الى علاقه بالفساد بيجي حدا بيقول لك ما انتوا لكم بالسلطه من 25 سنه يا خيي اللي بالسلطه من 25 سنه وانت لك بالسلطه من, من 25 سنه النقطه بالذات اليوم مستود. رئيس الحزب الاشتراكي نائب السابق وليد جملات بيقول للجمهوريه يتحسر على ما قال ما قال اليه طموح الاصلاح ومكافحه الفساد لا لا. ويترحم على طبقه الفاسدين القديمه صحيح في طبقه يعني قطعناها على صحيح. 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 صحيح صحيح هذا اللي عم نحكي عنه هذا امر لا يمكن أنه نستمر فيه يعني اولا الاطراف السياسيه نفسها بدات تدفع ثمن لا شك. اثنين وصلنا المو على المواطن حكما سيدفع الثمن، وبنهايه المطاف البلد كله سوا عم يدفع ثمن مش بس سياسي واقتصادي واجتماعي ايضا. انا عم بقول بكل مسؤوليه، بكل مسؤوليه نحن عم نحكي. نحن قدمنا ورقه اقتصاديه خلال الشهرين الماضيين، جلنا فيها على المعنيين ومكفين جولتنا، فيها طروحات جريئه لها علاقه بالانفاق ولها علاقه ب يعني خطوات بتخفف من ال مسألة يعني المديونية العامة أو الميزانية بتخفف من, الإنفاق قدر الإمكان طرحنا طروحات جريئة اليوم علينا أنه كنا سوا نفكر فيها يعني ليش النايب السابق بده يضلوا يقبضوا ليش في تجاوب معكم بدو ولا بدو يقبض على الاقل شفنا كثير شغله انا ما فيني اجي اقول له للاخر انه تعا انت اقتنع باللي انا عم بيشتغل عم بعمله من اول لحظه انا عم بقول له دروس هالافكار عم نقول للكل درسوا هالافكار اذا في يعني ما منها منا خلينا نتشارك نحن وياكم نروح نطبقها وننفذها لانه هيدي كمان بدها قرارات قرارات سياسيه سيد زافر ناصر المجلس الاقتصادي الاجتماعي عم مع الاحزاب كمان عم يشتغل على ورقه ماكنزي عملت اطروحه طويله عريضه بمخص ما متط... متطلبات الدوله وكيف ممكن ننهض بالاقتصاد اللبناني هداك موضوع سادر موضوع سادر حط شروط مش مثل بعضه. بعضه سادر حط شروط. 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 شروط يعني في كثير اوراق بس تسمح بس اليوم بس لك شو عنوان اليوم... شو عنوان ورقتنا انا اللي اللي عم بحاول اني اشرحه ونحن أخدين بعين الاعتبار أخدين بعين الاعتبار انه المواطن اللبناني بطل يوثق بهذا الكلام انتبه هذا العنوان لا اللي عم بيسمعنا على وهلا في عندي مشاركات كمان اللي عم بيسمعنا على الراديو عم بيسمعنا على الطريق ببيته او بالسياره ما هو ما عنده ما عنده بقى ثقه معتبرنا نحن عم نحكي شعارات وعم نستهلك شعارات ومش سهل اليوم ترجع تبني هذه الثقه مع المواطن اللبناني ما مساله عاديه لانه الهوه كثير كبيره والاحزاب السياسيه بدل ما تكون هي فعلا رافعه لقضايا الناس وحامله لقضايا الناس وعم بتدافع عنها بشكل حقيقي وعم بترجمها بالحكومه وبمجلس النواب بشكل حقيقي، اليوم ال ال القوى السياسيه الاساسيه معتبره هي زمرة سلطه موجوده تستفيد من هذه السلطه لحساب المواطن اللبناني. هي هيك المواطن عم ينظر للاطراف السياسيه، نحن عم نجي نقول لابد انه نعيد ونصوب ادائنا وعملنا السياسي كلنا سوا بالاتجاه الصحيح. مفهوم التركيبه اللبنانيه مفهوم التوازنات اللبنانيه ومن حق الاطراف بهذه التركيبه ان تحافظ على وجودها خصوصا انه هي عم بتمثل مكونات بنهايه المطاف مش من السهل انه تضرب لها مصالحها هذه التركيبه اليوم بعدها صالحه هجينه لا عم بحكي مش عم بحكي عن النظام ولا عم بحكي عن ال فقط مساله الاداره السياسيه والنظام والت... وال... وال... السياسي بمعنى ال... 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 القانوني والاداري والدستوري والى اخره عم بحكي عن تركيبه البلد بالعمق انت اليوم عايش بمجتمع لبناني متنوع طائفيا من مجموعه مكونات مكونات طائفية، للأسف كل مكون يسعى للحفاظ على وجوده ودوره، ولكن هذا الوجود والدور لا يجب أن يتناقض مع المصلحة العامة. على الرغم إنه سؤالك مشروع، هل, هل النظام الطائفي يعني ممكن إنه يضل قام قادر على الاستمرار؟ برأيي أكيد لا، نحن من الأساس عندنا راي جذري بمساله النظام الطائفي معتبرينه عله العلل بالاخر هذا موضوع كبير بس, بس, انا اللي عم بقوله أنا, انا اللي عم بقوله لحتى ما ما تشطح الفكره كثير انت بظل هذه التركيبه اللي مش من السهل ان تغيرها وتنتقل فيها من الطائفيه الى اللا طائفيه مع تفهم انه هالمجموعات بدها تحافظ على وجودها الاجتماعي والسياسي ودورها في السلطه مع هذا كله كقوة سياسية ممثلة لهذه المكونات بتقدر تعمل أداء سياسي بتقدر تقدم طرح سياسي بتقدر تقدم عقلية سياسية وذهنية سياسية تاخد بعين الاعتبار على المصلحة المشاركة اللبنانية الشيء اللي ما عم بصير. الشيء اللي ما عم بيصير هذا الشيء اللي عم ندعي له صحة. وهذا الشيء اللي انا بدي اقول انه نحن مسؤولين ان نقدم هذا الاداء مثل مش عم بدعي الاخرين وكانه نحن يعني آآ آآ يعني خلينا نبلش بحالنا تماما أه بلشنا رحبنا بالمستمعين بلشت مداخلات المستمعين بدي انا اذكر بارقام الهاتف وبالصفحات البرنامج الالكترونيه على الفيسبوك على تويتر العنوان هو حوار اونلاين على ارقام الهاتف 01 325 555 عشر 76 611 005 على الواتساب 76 611 واحد فيهم يبعثوا رسائل مكتوبه ورسائل مسجله بالصوت فينا نكون معهم مباشره على الهواء في معنى اول مداخله صوتيه بس قبل بدي اذكر المستمعين انه نحن لايف فيسبوك على الفويس اوف ليبانون 100.5 اف ام كمان بدي وجه تحيه كثير كبيره للزملاء بجريده الانباء اللي عم ياخذونا كمان مباشره لايف على الفيسبوك من خلال صفحه صوت لبنان وتحيه خاصه لمفوض الاعلام بالحزب التقدم الاشتراكي الزميل رامي الرئيس انا بدي وجه له تحيه كثير كبيره مداخله صوتيه اول مداخله صوتيه مرحبا مين معي؟ الو <applause> طولنا عليك انا بدي اعتذر منك ما بأس تفضل مساء الخير اول شيء ومساء الخير للرفيق ناصر اول شيء أه أه بس بدنا نعلق على شغله اللي وصلت قمع الحريات لمرحلة انه رئيس الاتحاد العمالي الان استدعى على محكمة يعني ابسط الامور بتشوفها تافهة يا رفيق ناصر بتصور انا المعلم كمال جون الله يرحمه بسنه 58 كرمال حريه الراي عمل الثوره برايك حتمتلك الثوره كمان وصير في حركه وطنيه جديده مثل ما قاده المعلم كمال جون بلاد قيودر رئيس وليد جون لتصحيح الخلل نحن حاجة لقياده ولثوره وطنيه برايك ان الوقت او او ظروف على هيك شيء بدي اشكر مدخلتك غسان معي مش شكرا شكرا صديقنا تفضل استاذ زافر ناصر الظرف الاجتماعي والاقتصادي مهيأ نعم الظرف م. السياسي غير غير مهيأ للاسف تجربه التغيير الجذري في لبنان اثبتت بانها ما بدي اقول مستحيله لانه ما لازم يكون في شيء مستحيل لكن اثبتت بانه صعبي وصعبي وصعبي جدا وهذا نتيجة التركيبة اللي كنت عم بحكي عنها أنا البنية الطائفية المعقدة جدا هذا الصراع الخفي والظاهر بين المكونات على الوجود على البقاء على الاستمرار على الدور وحجم الدور بالسلطة بيجعل من قصة الثورة الفعلية ثورة الثورة الـ الجذرية بيجعل منا فكرة كتير, كتير صعبة منا, منا سهلة على الرغم بأنه لو نحن ببلد آخر بظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي أكيد الثورة كانت بتندلع بكرة على بكرة اللي بيمنع هذه الثورة هي الطائفية في لبنان سألك كمان عن رئيس الاتحاد العمالي العام و... شو الموقف دعمتوه بالاضراب لرئيس لا نحن مش العملية. قصه الاضراب لا حتى اليوم هو اه اه كان بقصر العدل عم ياخذوا إفادته كم يعني كمان مطلوب منه ينزل على مكتب مكافحه جرائم المعلومات هل تعتبر انه في تسييس بهيدي القضيه ولا أكيد لا؟ اكيد 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 كله سياسي كله سياسي بنهايه المطاف اثنين هيدي من اكبر الاخطاء اللي بتوقع فيها السلطه السياسيه مين ما كان ان كان وزير ولا ان كان حكومي ولا ان كان رئيس بس له حق وزير الاقتصاد حق. ما له حق يدعي عليه على, على خلي خليني اقول خليني اقول لك لا, لا 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 انا مش عم بحكي عن الحق او عدم الحق بال بالادعاء مه. اخر شيء رئيس الاتحاد العمالي العام معروف انه المشكله معه مش لانه مش عم ينزل يداوم بوظيفته والا لو كانت هاي المشكله كانوا يطالبوه من الاساس المشكله كانت لانه عطى راي نقابي بمساله هن عم بيقوموا فيها كسلطه سياسيه مه. هاي المشكله الاساسيه وهون السلطه بتوقع بالفخ واللي بيربح رح يربحوا العمال ما يربح ما حتربح السلطه السياسيه ما حتربح السلطه السياسيه هذا النمط من التعاطي يحتاج اكثر الى حكمه وعقل لادارته مع النقابات والعمال بالمقابل بالمقابل مطلوب من النقابات تحديدا الاتحاد العمالي العام ان يكون صوته صوت العمال فقط كمان تعودنا في لبنان تعودنا في لبنان مش عم بحكي عن هلا انا ولكن هذا الاداء يعني استطاع الاتحاد العمالي الى الان ان يكون رافع للصوت الى حد ما بالقضيه الاجتماعيه والقضيه قلت له هذا الكلام وقت اللي نزلتوا أكيد، لدعم اكيد اكيد آه، على الاتحاد العمالي, العمالي العام ان يتصرف نقابيا وعلى النقابات الاخرى ان تتصرف كلها حتى نقابات المهن الحره مش بس نقابات العمال حتى نقابات المهن الحره في كتار اليوم الع... اعتبروا انه الدعوه للاضراب هي دعوه كمان مسيية ولها خلفيات سياسيه خليني اقول لك وهذا ربما وهذا ربما فيك تاخده وفيك تحلل بالسياسه كثير مشان هيك انا عم بحكي اللي عم ب... اللي عم بحكي ونحن وقت اللي نزلنا نحن ما دعمنا الاضراب لوضح كمان نحن نزلنا عملنا زياره الى الاتحاد العمالي العام ودعمنا القضيه الاقتصاديه والاجتماعيه انه الاضراب بحد ذاته وان كان له خلفيه سياسيه بس كانت عشيه الاضراب بدي افترض له خلفيه سياسيه بدي افترض له خلفيه سياسيه ولكن هو يقوم على مبررات شرعيه من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه ما فيني اقول انا انه عم يدعي الاتحاد العمالي العام لاضراب من دون اسباب في اسباب حقيقيه في اسباب موضوعيه الناس عم توصل الى خط الجوع مش الى خط الفقر بلبنان وبالتالي لابد من التحرك بمكان ما هون انا عم بدعي قديش بيقدر الاتحاد العمالي العام يخلي حركته بالاتجاه النقابي، حلي حركته بالاتجاه العمالي، يحمل القضية والاجتماعية والاقتصادية بتجرد عن الموضوع السياسي أو الخلفية السياسية بالكامل، هذا بيقدر ينجح هو ونحن بنلاقيه على نص الطريق وبالعكس مثل ما داعمينه بندعمه أكثر، بدي كفي نقطة بالمهن بالنقابات المهن الحرة سريعا سريعا بنقابات المهن الحرة كمان نقابات المهن الحرة مطلوب منا أن تلعب دور اجتماعي اقتصادي نقابي بالبلد لأنه دور النقابات تاريخيا كان بي بي بلبنان هو عامل توازن اجتماعي وسياسي أساسي مقابل السلطة حينما تنجرف السلطة يمينا هذا الدور يسحر. مش عم تلعبه اليوم النقابات الحرة النقابات المهن الحرة بفضل نعمل حلقة عنها لأنه كمان نحن كحزب أوف كمان نحن كحزب نقابة الأطباء نقابة المحامين نقابه كله كله كله, كله 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 أشي يعني مع احترامي للجميع سلي وحدة خدون عندك مشاكل كبيرة في هذه النقابات غائبة عن دورة الكامل مأسورة للأحزاب ودور الأحزاب فيها نحن كأحزاب عم نروح نخوض الانتخابات انتخابات حزبيه وسياسيه وبالتالي عم نجعل عم نفرغ هذه النقابات من دور النقابي الحقيقي بالتالي كمان بهذا نحن كحزب تقدمي اشتراكي عم نطرح كل يوم وعم نرفع كل يوم الصوت انه تلاقينا القوى السياسيه فينا نعمل انتخابات وتحالفات حزبيه وسياسيه ننتهي من الانتخابات عشيه خلينا نروح لعملنا النقابي لترجع هذه النقابات تلعب دورها اتجاه اللي بينتموا لها بالاول اولا واتجاه المواطنين ثانيا مداخلة صوتية جديدة مرحبا من معي يعطيك العافية أ... أ... الله يعافيك تفضل أه بس عفوا الأستاذ كان عم يجلد حاله يعني بنفس الوقت يعني عم يحكي وعم استاذ ظافر ناصر إيه عم إيه عم يجلد اه... كمان الحزب التقدم الاشتراكي يعني إذا عم نحن كمان نتحمل مسؤولية إيه م... مضبوط بس إنه بعدهم ان عم بيشاركوا بالسلطة يعني مش عم بيعارضوا يعني ما صفوا بصف ثاني مثلا مثل ما أخذوا موقف مثلا مثل سامي جميل ما أخذوا اه... يعني بعد عم يحكي عن العمل النقابي بس عفوا ماني بيتحالفوا مع الاحزاب احزاب السلطه وقت الانتخابات النقابيه ما بيصير في تعيين للقضاة الا مثلا على في في عدد معين للدروز يعني عفوا ما بحب احكي بهالامور لانه ما لازم يكون في هيك امور مسيسه لازم يكون القاضي النزيه هو اللي يجي بغض النظر عن طائفته بغض النظر على مع مين بينتمي التعيينات القضائيه بتتم كل حزب وكل زعيم طايفة هو بعين التعيينات كمان بال بقياده كمان نفس الشيء ما ما بيمر يعني ما ما الاسامي بدها تمر قبل يعني اذا مرضي عنا بيجي اذا مش مرضي عنا وما بيجي فبقى اذا بدنا يبلشوا يحاربوا الفساد يبلشوا من هون الفساد بيتحارب اول شيء استقلاليه القضاء القضاء يبلش ياخذ قوه يبلش يحاكم الكبار بعدين الصغار بيرتدعوا وبخصوص هلا لانه هلا كان في العاصفه ومعاصفه والطرقات كلها مقبعه بس حب اذكر شغله انه كل طائفه وكل حزب عنده متعهد ما ما حيتحاسب المتعهد يعني للطائفه الدرزيه لها متعهدها هو بيستلم المناطق الدرزيه وللمناطق السنيه في سنه وللمناطق الشيعيه في شيعية وللمناطق المارونيه في ماروني وهيدي آه هيدا لبنان هيدا هيك لبنان راكب واللي بيقول غير هيك واللي بيقول انه بده يتحاسب المتعهد خلي بلشوا يحاسبوا متعهدين وخلي بلشوا يحاسبوا هول الكبار اللي عم بي... اللي عم بيسرقوا مصرياتنا نحن عم ندفع دم قلبنا آه كل سنه بالميكانيك وميكانيك وندفع ضرايبنا لتتزفى الطريق مش لتنهار الطرقات واخر شيء بيقولوا فلان بزت على فلان وفلان من صلاحيه فلان وفلان من صلاحيه فلان اخر شيء بتضيع الطافيه وصلت الفكره يعني بدي اشكر مداخلتك بس ما قلت لي مين معي؟ سكر الخط آه تعليقك انا أنا موافق على تشخيصه للمشكلة وأنا هذا الكلام اللي كنت عم بقوله، يعني هو ما عم بيقول شيء جديد غير بس قال لك أنا عم تجلدوا حالكم كمان أنا عم بحمل مسؤولية ل... ل... لنا كأطراف سياسية لأنه إذا ما نحن أخذنا القرار كقوة سياسية ما حدا رح ما حدا رح ياخذه يعني هذا الامر مطلوب من الاطراف السياسيه بانه تاخذ هذا القرار وتعمل هيدي الممارسه وهذا وهذا الاداء المساله اللي اللي عم بيطرحها هو انه ليش ما بتطلعوا من السلطه انا هاي النقطه اللي كنت عم بشرحها بالتركيبه اللبنانيه هي مساله ما سهله يعني احنا مش بنظام سياسي طبيعي فيك انت تطلع من السلطه الى المعارضه وبالتالي ما تسال عن اي امر اخر لا انا عم بقول في تركيبه طائفيه كل مجموعه من المجموعات بدها تحافظ على وجودها بظل هذه هذه التركيبه لأن هذا النظام هيك قائم ما فيني انا اجي اتجاوزه بلحظه وانسى الناس اللي انا بمثلهم واللي عندهم وجودهم ومصالحهم وحضورهم السياسي بالسلطة هون عم نكون كتير شفافين هالقد نحن بهذا, بهذا الأمر يعني سهل كتير أنك تروح تطلع أنت وتنسى كل شيء وما تسأل عن المكونات يعني المكونات بتكون على مكاسب معينة عندكم إياها بالسلطة مش قصة ما هي المكاسب أو كيف حصص معينة الم... لا, لا لا ما هي الم... لا عم بحكي أنا عن الحضور بالمعنى الاجتماعي السياسي مش بالمعنى المحاصصة وال... والحصول على مواقع هنا أو مواقع هناك بهذه التركيبه كل مجموعه من المجموعات اللبنانيه عم بتحاول تحافظ على حضورها من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه في السلطه في السلطه السياسيه اللبنانيه. طالما نحن كلنا مش عم نروح الى عمليه تغيير جذريه في هذا النظام والانتقال من النظام الطائفي الى نظام اخر، هذه المجموعات عم تسعى الى هذا الحفاظ على الحفاظ على هذا الدور. انا عم بقول بظل هذا الواقع تعالوا ناخد قرار سياسي كلنا سوا على الاقل نمارس هاللعبه السياسيه بالسلطه بحد من الشفافيه، بحد من الاداره السليمه، بحد من القرارات السياسيه السليمه، بحد من منع الفساد، بحد من عدم التغطيه على المفسدين، بحد من عدم حمايه المتورطين، ما بنقدر نعملهم هودي كلهم، لو كنا يعني هالاحزاب والقوى السياسيه عم بتمثل مجموعات بالسلطه بس اللي عم يسمعك هلا استاذ ظافر ناصر بده يقول جربناكم مره واثنين وثلاثه وعشره ومن من السبعينات لهلا ومش مش عم تزبط معكم مش عم بحكي عن انا ما عم بعطي مش وعد عم بحكي كحزب اشتراكي بس لا لا عم بحكي كطبقه انا بس بقول شغله انا ماني م. عم بعطي وعد انا مش عم بقول نحن بدنا نعمل هيك انا عم بقول هي بدها قرار سياسي نحن عم عم نحكي كحزب هذا الامر مدار نقاش جدي عنا بالحزب بكل م -م. صراحه هذا امر مدار نقاش جدي بالحزب عندك صوت صارخ من قبل الشباب اللبناني عندك صوت صارخ من قبل كل مواطن لبناني من قبل الشعب اللبناني عم بيقول أنا ما عدت أقبل بأنه الفساد يستمر بالبلد بهذه الطريقة نحن شو بنعمل كأطراف سياسية كي شو بنعمل طيب في مسؤولية معينة على عاتقنا نحن عم نرفع الصوت لنقول لهذه الأطراف كلنا مسؤولين تفضلوا نتحمل مسؤوليتنا تفضلوا نعمل اداء مختلف تفضلوا نقدم ذهنيه سياسيه مختلفه تفضلوا نحمل قضايا هودي الشباب حق الشاب اللبناني انه يعيش ببلد ما في فساد اقل شيء إيه هذا هذا اقل شيء إيه. طيب هذا الاداء المطلوب انه اذا انا خرجت من السلطه بتنحل المشكله انا عم بدعي نحنا ناخذ القرار اللي نحن لازم ننفذ اليوم هذا القرار. نفكر باسلوب جديد بالتعاطي بركن خرجتوا من السلطه وتحالفتوا مع اطراف ثانيين خارج السلطه كمان من بقيه الطوائف انه نقدر نوصل لنتيجه ما عم نقدر نوصل لنتيجه اليوم المواطن ما عنده ثقه بقى بهيدي الدولة كلياتها ما عنده ثقة بالكلام، يعني بعدنا قبل شوي عم نحكي عن الفساد، عم بقول لك انه كل الأطراف عم تحكي بالفساد عم جورج أنا عم أنا تنادي بمكافحة الفساد ووقف الهدر أنا اللي بلشت وال... والواقع هو هو جورج. على أنا العالم. اللي بلشت كلامي أنه في أزمة ثقة بين المواطن وبين الأحزاب. مهم. كيف ما أنا, أنا اللي بلشت، أنا مهم. اللي بلشت مهم. بهذا الكلام. هذه الثقة ما بتن ما بتنبنى إلا إذا الأحزاب قدمت أداء مختلف بشكل صادق وجدي انتبه <applause> طيب مش انه والله انا بعمل له شعار بالانتخابات لينتخبني وبعد الانتخابات روح يا مواطن دبر حالك اما انا بيجي بقول هي قضيتي انا مؤمن فيها انا بدي اقف بوجه الفساد حتى النهايه واما اكيد المواطن ما حيقبضني وراح يدفعني ثمن الي ولغيري من الاطراف والقوى السياسيه هون مش بالسهل انت تيجي تغير الطبقه السياسيه اليوم او هيدي الاحزاب الممثله للمكونات استاذ جورج مش بالسهل تجي تقلبها وتغيرها كمان هيدا بواقعية علينا أن نفكر فيه نحن كلبنانيين منا مسألة بسيطة منا مسألة بسيطة نتيجة التركيبة نتيجة التركيبه، ليش عم بقول انا اللي سال انه هل في امكانيه للثوره بلبنان؟ عم بقول له كثير صعبه لانه الطائفيه بتمنع الثوره بلبنان مم. الطائفيه القائمه بالبلد بتمنعك انك تعمل هيك ثوره الأرض؟ يعني وحده من اسبابها شو لكان؟ وحده من أسباب التركيبه الطائفيه اللي منعت انك تعمل تحول جدي بالحياه السياسيه اللبنانيه وتحقق الشعارات اللي كانت مرفوعه، شو مم. لكان؟ مم. شو لكان؟ الطائفيه حاجز كبير امام كل كل الامور وعمليه التغيير من الطائفيه الى 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 نظام لطائفي اصعب واصعب كمان اصعب واصعب لانه وعادة بلبنان التغيير بالنظام على ال الطائفية علة علة العلل من شان هيك المطلوب قرار منا كلنا سوا نقتنع انه وصلنا صار يعني وصلنا الى الى حائط مسدود علينا جميعا ان نقدم اداء مختلفا رغم كل اختلافنا بالسياسي بس فينا نتفق انه الفساد ضدنا كلنا سوا بالاخر ما نحن مواطنين وعم ندفع استاذ ظافر ناصر عم بيروح الوقت يعني كثير اخذنا الوقت تركيبه حلقتي كانت مبنيه على مواضيع غير هيدا المواضيع اللي عم نحكي فيها هلا اخذونا المستمعين لغير محل وانا مبسوط انه رحنا على هذا المحل بس في مواضيع تانية بدي احكي فيها في تاليف الحكومه في القمه العربيه اللي عم تاخذ سجال كبير بس خليني أتابع مع المستمعين اللي منطرهم يعني اليوم عم نطرهم كثير على الخط وبدي اعتذر منهم مرحبا من معي الو الو تفضل مساء نور تفضل مين معي؟ اسالك استاذ جورج ولا استاذ ظافر اهلا وسهلا فيك ما التن... حسان اهلا وسهلا حسان تفضل بدي ازعجك بشغله استاذ ظافر ما حد اسمه كثير على الجرح نحن زعماء الطوائف وقت انتقلوا من مربعات وطنيه م. الى مربعات طائفيه وكل احد من الطوائف والعشيرة اللبنانيه دافع عن حقوق طائفته وكانه هو المرسل الالهي مع عز وجل الله نحن افتقدنا للخطاب الوطني لمسناه فترة واحدة بثورة الارز لمسناه الملامسة إنما بيتحمل مسؤوليتها كل إنسان قاد هذا البلد من مربع وطني إلى مربع طائف في الكلام واليوم سمعنا مربعات طائفية جدا كبيرة ويعني بمرحلة بال2019 نسمع هذا الكلام أنا بتمنى عليك على صوت لبنان على صوت الحرية وعلى صوت السيد ظافر ناصر حدا ينقل فكرة الكلام الطائفي إلى المربع الوطني الجامع للكل إن لم ننتقل إلى المواطنة لما بيكون عندنا دولة هذا أحد أهدافنا نحن بصوت لبنان نحن احترم رأيك أنت استاذ نحن فاسدين بالطبع والتطبع تحت نظرية الطائفية السياسية نحن بنشوف زعيم العشيرة ما هي مصلحته وبنعملها نحن ما بنشوف مصلحة الوطن بعدين بدي أدور على شغلة صغيرة بشكل سريع بشكل سريع القوى الامنيه الداخليه وبالتحديد القوى الامن الداخلية هي كمان مسؤوله عن توفير الماء هي اللي بتتغاضى عن تأبير الارتوازة هي بتتغاضى عن بناء طابق اضافي دون ترخيص ودون ان نعرف اذا إذا, إذا, اذا هذا البناء القائم مجهز وح وحاصل على كل مقومات السلامة العامه في البناء ما بدي فوت فيها، تعدي على مجال الانهر، ما بتصير بدون تغطيه امنيه، معلش خلينا نكون كلام الحقيقه، خلينا نكون مواطنين ونرشح بهذا، هذا اصغر وابسط الامور، خلينا نوقف الاوامر اللي بتصدر عن سعاده المدير العام ببنايات اضافيه وبتشويهات طبيعيه والى اخره والى اخره والى اخره ونبلش آخر. نحسم منهم مش نجد نفسنا بالطرقات بدي اشكر مداخلتك بدي اعتذر إنه المستمعين ما بدي اياكم تطولوا كتير على الخط بدي اخذ اكبر عدد ممكن من المداخلات مرحبا مين معي الو مرحبا اهلا وسهلا تفضل على, على نبيل اهلا وسهلا ابو نبيل استاذ ظافر سؤال على السريع الحكومة رح تتشكل على البارد ولا على السخن وشكرا بدي أشكر مداخلتك تعليق سريع إن شاء الله بتتشكل على البارد لا مين بيتحمل بس أنت بتتشكل مين بيتحمل سخوني ولكن مش مبين أنه في شيء في شيء قريب حتى الآن بكل صراحة لا حكومة قريباً. رح أفوت أكثر بالموضوع الحكومي بس خليني أخذ واتس أب مساء الخير استاذ جورج لك ولضيفك الكريم الاستاذ ظافر. استاذ جورج نحن اليوم في وضع لسنا بحاجة إلى حكومة على شكلة الحكومات التي تعاقبت من وقت التسوية الرئيسية لحديث اليوم نحن بحاجة اليوم إلى حكومة فاعلة تكافح الفساد حقيقة هل غني سؤالي لضيفك الكريم هل الأطراف السياسية الموجودة اليوم على الساحة والفاعلة مستعدة أن تنقذ لبنان بإعطاء الثقة لحكومة اختصاصيين مصغرة حتى ولو لم تكون ها هذه الحكومة برئاسة الرئيس الحريري وشكرا لك بدي أشكر أنا الأستاذ خالد ممتاز كان معنا بهذه المداخلة بدي أوجه له تحية هو كان ضيفنا من, من أسبوعين ثلاثة ببرنامج حوار أونلاين شو بتقول له لاستاذ لا خالد؟ لا مش سهل تشكل حكومه اختصاصيين لانه هيدي بدها توافق بين الاطراف السياسيه كله كلها كلها سوا صراحه مه. وهذا التوجه منه مطروح عند الاطراف السياسيه للاسف يمكن بوضع اقتصادي مثل اللي نحن عم نمرق فيه انجع الحلول انك تروح لحكومه اختصاصيين مه. ولكن يعني النقاش بمكان اخر بمكان اخر تماما الرئيس بري اليوم بيقول الحكومه كانت في خبر كان وصارت في فعل ماضي ناقص واكثر هذا الوقت شو اللي عم بعيق تشكيل الحكومه شو صار آه نائب نائب سابق وليد جملات بيقول انه آه كان عندنا فرصه ممكن نلتقطها بالمبادره الاخيره اللي صارت وضيعناها وهلا اجت دعوه ال للقمة دعوة سوريا للقمة الاقتصادية اللي بتصير بلبنان وصار في تدخلات اقليمية يعني حكي عن تعقيدات كبيرة طرأت بالفترة الأخيرة على هذا الموضوع يعني بين دمشق و... وبنغازي مشوار صعب مشوار صعب لتشكل الحكومة <applause> ضاعت الحكومة صديقكم الرئيس بري اليوم هو اللي عم بيطالب بتأجيل القمة العربي ايه عم بيطالب عم بيطالب بالتأجيل في فريق سياسي طويل عريض بالبلد عم بيطالب وحتى بلش يطلع أصوات ذات منحة يعني بيعبر عن كلام كلام طوائف مش أحزاب وقوى سياسية بس عم بيتأجيل. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى اليوم رفض دعوة ليبيا للقمة وحذر أنه ممكن يكون في تحركات شعبية الصدر في قضية الإمام الصدر يعني هذا جانب عقد مسألة القمة من ميل من ميل تاني عندك الموضوع السوري يعني الفريق نفسه رافض ليبيا وبده سوريا يعني مقولة لا قمة بدون دعوة سوريا شو بتردوا عليها كحزب اشتراكي هذا الأمر ب... نحن موقفنا يعني خلينا كمان هون نكون كتير واضحين موقفنا المبدئي من النظام السوري نحن لازلنا ثابتين عليه بشكل حاسم وواضح وقلنا هذا الكرام مرارا وتكرارا إلى, إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله يعني شو ما صار تحولات إقليمية ودولية تجاه النظام السوري ما بغير أنه هذا النظام هو كما هو عادة ما السابق وليد جنبلاط بيقرا التحولات الاقليمية ليه عم يرفض غزر. يشوفها لا, لا بغض النظر بس ليه عم يرفض بغض يشوفها بغض النظر في الامارات فيك فتحت سفارة بسوريا في اتجاه عربي نحن منا دولة يمكن ما يصير بقمة بيروت بس نحن منا دولة نحن طرف سياسي عنا راينا المبدئي ولكن ايه بنهايه المطاف وهذا كلام بعتقد قاله اليوم رئيس الحزب بالجمهوريه ايضا انه اخر شيء هذا الامر الجامعه العربيه بتقرره يعني نحن كطرف سياسي فينا نرفض ونقبل مم. فينا نحط موقفنا المبدئي بس نحن ما فينا نعرق القرار بس في القرار... خلاف لبناني على أي. هذا الموضوع اكيد اكيد بس مم. ما فينا نعرق القرار جامعه عربيه هذا اللي بقصد اني اني اقوله يعني نحن ما فينا نمنع قرار جامعه عربيه نحن فينا نقول انه والله نحن ما بدنا نتعاطى مع النظام السوري كطرف مم. سياسي لبناني بس نحن ما فينا نقول والله انه الجامعه العربيه قرار عنا نحنا لحتالي لو عنا نحنا القرار كان محسوم شو هو يعني هذا الأمر بتقرر الجامعة العربية. وبالتالي الدولة اللبنانية من الناحية الرسمية من الناحية البروتوكولية من الناحية قواعد العمل بجامعة الدول العربية ووجودها كعضو مؤسس بجامعة الدول العربية بتعاطى على هذا الأساس بنهاية المطاف شاعرين اليوم أنه هناك عودة سورية إلى لبنان من باب هذا الدعوة هذا إلى الأمر هذا الأمر بيفتح النقاش على آه بيفتح عم كمان. بيفتح الباب على أسئلة كبيرة بصراحة بيفتح الباب على أسئلة كبيرة أولاً شو عنوان هذه العودة إلى الـ الـ الحصن العربي بالنسبة لسوريا م -م. يعني العرب كيف سيتعاملون مع هذه العودة وهذه العودة هل لها شروط أو ليس لها شروط هل الانفتاح العربي على سوريا من أخذ هذه العودة؟ بعين الاعتبار أخذ بعين الاعتبار مسألة حماية سيادة وحرية واستقلال لبنان والله أنه هذا الأمر كمان مضروب بعرض, بعرض الحائط هذه أسئلة كبيرة يعني خايفين اليوم موجهة, موجهة كل مواطن لبناني يعني عم يسأل هذه الأسئلة مش نحن بس <applause> كل مواطن لبناني عم يسال هاي الاسئله في سوريا كدوله بنهايه المطاف بدها ترجع بيوم من الايام بهذا النظام او بغيره بدها ترجع الى الى الحصن العربي ولكن هل تستطيع هذه الجامعة الدول العربيه ان تضمن سياده واستقلال لبنان حتى لو رجعت سوريا سواء رجع هذا النظام او او غيره هذا هذا سؤال سؤال اساسي وهل هذه العوده الى يعني هذا الحصن العربي الى هذه الـ يعني جامعه الدول العربيه كمان بدها تفتح المجال أكثر إلى مزيد من الممارسات السابقة للنظام السوري في لبنان أو غير لبنان هذه أسئلة مطروحة علينا أن ننتظر قليلا لنرى يعني ملامح التسوية الحقيقية اللي العرب رايحين لإلها بسوريا إذا كان هناك تسوية وفعليا لنفهم شو أسباب هذه العودة إلى إلى رهنتوا كفريق سياسي على سقوط النظام السوري سقوط رأس النظام السوري كان رهانكم كبير بهذا الموضوع تعتبروا حالكم مهزومين أولاً اليوم اولا اولا ما بعتقد انه النظام السوري انتصر بالاول لحتى نحكي عن هزيمه للاخرين عوده عربيه أساسي. عوده عربيه اعتراف عربي لا لا بل... لو كان لو كان لو كان هذا كله هذا كله بالسياسة بالتسويات بالأخذ بالعطاء كله هذا بيفهم ولكن هل هذا النظام السوري يعني عائد إلى ما كان عليه بالسابق عنده هذه القوة نفسها عنده هذا يعني القدرة على ممارسة ما كان يمارسه بالسابق هل هذا مسموح له هل شعبه قبلين فيه بالأول بعد ما سألنا الشعب <سؤال> السوري أستاذ ظافر ناصر بدون قدرة واليوم عم بعد <ما> سألنا, <سؤال> بعد ما سألنا بقصة الدعوة هذا ايه 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 أمر أساسي أنا عم هذا أمر هذا امر اكيد يسال عنه مساله القمه لا شك بس انا عم بحكي بابعد من ذلك الى المستقبل، وهل الشعب السوري بعد ما حدا ساله للشعب السوري اذا هو بده هذا النظام يكفي او لا، بعد لهلا ما حدا ساله، يعني شو شو هي يعني خطوات التسويه للمستقبل بصراحه؟ ما بعتقد بعد في حدا يقول انه هناك اتجاه اتجاه معين، مع الاخذ بعين الاعتبار كل ما اللي عم تطرحه تماما، يعني هناك مطالبه عند البعض بان تبدا هذه العوده لسوريا الى ال ال تبدا من إلى لبنان. البيئه العربيه ان تبدا من لبنان هناك اصرار على هذا الامر واضح جدا في سباق بين الاطراف اللبنانيه اليوم عم نسمع اصوات انه في سباق يعني يمكن مش مطلوب من سوريا قد ما عم اليوم سمعنا الوزير أقول. جبران باسيل عم يحكي بزحله بهذا الموضوع يعني كل الاطراف بلبنان وكأن اطراف وكأنه بعض وكأنه الاطراف السياسيه واضحه واضحه وكانه في محاوله تكسير أنف لبنان من 2005 لهلا بهذا الامر وانا برايي من الخطا الاطراف بعض الاطراف اللبنانيه ان تساهم بهذا الامر اولا اتركوا هذا الموضوع لجامعه الدول العربيه وللدول العربيه ليش انتم كاطراف ليش انتم حاملين هالمساله على كتفكم وهالقد طحشين فيها يعني شو انه والله هلا ك... انتوا كاطراف كنتوا حاملين لواء مهاجمه النظام السوري من ال 2005 لليوم نحن مش مهاجمه ليه مكافئين بوجه هذه الحمله؟, هاي الحملة. لا, لا ابدا ابدا مش مكافئين؟ اولا خليني اقول شو غير صحيح رئيس الحزب عمل تصريحين من يومين واضحين جدا يعني اولا دعا الى التوحد لمواجهه عوده الوصايه السوريه اذا اذا ترجع للتويت تبعه من يومين وقبل ذلك عمل ريتويت, ريتويت ل ل سعيد الموقف واضح بالنسبه لنا ولكن مثل ما عم بقول انت من الناحيه السياسيه بالاخر اذا اتخذ قرار بجامعه الدول العربيه بان تعود سوريا هذا امر بتقرره الجامعه العربيه لبنان كدوله بنهايه المطاف بده يلتزم بقرار الجامعه ناصر <applause> هناك مع مساعي لتجميع الفريق، فريق 14 أدار سابقا تحت هيدا العنوان ما اليوم ما, ما في ما مساعي ما في اي مساعي بهذا الاتجاه ما و... في اتصالات مع النائب السابق فارس سعيد مع اطراف اخرى ما, الم... ما في هيك جو بصراحه ما في هيك جو، مداخله صوتيه، مرحبا من معي؟ الو اهلا أهل وسهلا تفضل وسهل. يعطيك العافيه ماما جوزيف اهلا وسهلا بدي اقول لك الك جوزيف الكريم تفضل انا بس حابب احكي فكره يوم بلبنان المشكله استاذنا الكريم انه ما في محاسبه من زمان وجر <applause> يعني هودي الزعماء السياسيين مع احترامي للكل <applause> هم ذاتهم عم يتحكموا بالشعب هم ذاتهم ما غيروا شيء والمؤسف انه ما نجحوا ولا مره يعني <applause> على صعيد الامن بعد انه اطراف مسلحه على صعيد ميزانيه الدوله مكسوره وزارات ثلاث ارباعها من هو <applause> <applause> انه بس بهودي الوزراء والنواب والمسؤولين انه حظهم حلو حظهم حلو لانه السعد جزء منه تبعهم مثل الخريف مع احترامي لهم والجزء الثاني مثقف ولانه مثقف جزء منه من ناس الناس هاجري الناس عم تركز على البيزنس تبعها بتقول لك هي هودي مصيت مصينا هذه هي المشكله الوحيده في البلد انا عم اسمع على الاستاذ زوفر عم بيقول انه حكومه التكنوقراط اليوم مش مطروحه هي من هني هودي بدهم اليوم في مشكله في في بلد على المحك مش ناطرين نحن لا اكس ولا لا ليعطونا رايهم اذا بدهم حكومه تكنوقراط او لا كيف بيقدر يفصل استاذ ناصر وزير تربيه منه استاذ ووزير صحه منه حكيم؟ صار شغل هذا نحن بدنا ديزاستر كيف كيف وزير بده دي يدير وزاره وما خصه بالدومين اللي هو فيه؟ بدي اشكر مداخلتك تعليق سريع استاذ صافر ناصر أنا عم بقول إنه ببلد الواقع السياسي فيه طبيعي أكيد عندك أزمة اقتصادية بتجيب حكومة اختصاصيين يعني هذا حد ادنى بيكون ولكن تركيبه البلد الطائفيه متحكمه ما عم نقول الازمه هون م يعني الازمه بهي التركيبه الطائفيه المتحكمه بكل بكل مفاصل حياتنا السياسيه مداخله صوتيه جديده عبر الواتساب يعطيكم العافيه آه هريتونا هريتونا وعود وحكي على الفاضي حكي على الفاضي حكي على الفاضي بس سؤال مع احترامي للجميع كيف حزب محكوم من باك يعني هذه قصة البكوات معه من من مئات سنين أنا بطلت يعني. كيف محكوم من باك وبدي يتحرك ما بده يعمل شيء مستحيل يعني مم. بدي أشكر مداخلة المستمع مم. مع أنه يعني بعتقد أنه غايبوا كثير من المعطيات السياسية بتقييمه لهذا ال... لهذا الأمر أه أولا مم. يعني العكس تمام تأسيس الحزب التقدمي الاشتراكي أسسه كمال جنبلاط وخرج من التقليد السياسي الاقطاعي الى رحاب حزب له ثوابت ومبادئ له فكر سياسي وعنده بعد بطروحاته واهداف هم الاساسي وجوهره ومحوره مصالح مصالح الناس اولا ما بيمنع ابدا انه اذا في حدا كان بيك انه يعمل رئيس حزب هذا منه م. منه شرط يعني لحتى يكون يكون الامر 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 طبيعي مساله الـ يعني اذا بنرجع بالتاريخ هذا الواقع الاجتماعي والسياسي اللي كان قائم بلبنان في قلة 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 من قرروا هم بأنفسهم أن يكسروا هذه التقاليد وأن يخرجوا من هذا التقليد واحد منهم هن بيت بكل صراحة يعني كمال جنبلاط هو اتخذ القرار بأن يخرج من المكان الإيقاع السياسي إلى حزب سياسي همه الأساسي هو هو الناس فهذا يعني عم بيضرب مثل هو بعتقد منه هو واقعي منو واقعي منو اخدم... واقعي الان بس لاقول انه هاي المساله كتير كثير حساسه يعني اثنين مش المهم انت شو من الناحيه اذا عندك القاب او ما عندك القاب اذا كنت بيك او كنت شيخ او كنت ما بعرف شو بعد في عنا شو بعد في عنا القاب مش هذا الاساس، الاساس شو عم بتقدم، الاساس شو عم تطرح، الاساس كيف عم بتقود حركتك السياسية وبعتقد نحن من الأحزاب اللي بنقدر نفتخر أنه قدمنا تجارب سياسية في هذه الدولة اللبنانية رغم كل ما نوصف فيه وننعد به قدمنا تجارب سياسية حقيقية لمست مصالح الناس وقدمت خدمات لكل الناس وقدمت خدمات لكل اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية والسياسية لا بالعكس اذا بده يحكي عن يعني عن 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 سواء كمال جنبلاط او حتى وليد جنبلاط بيت جنبلاط تحديدا شكلوا ظاهره سياسيه بالخروج من الايقاع الى الشعب رح اخذ اخر مداخله صوتيه عبر الواتساب يعطيك العافيه حسن دي بالجنوب بدي اسال الرفيق لأقول إلى متى الحزب التقدم الاشتراكي سيعود إلى المعلم كمال جنبلاط إلى فكره منهجه إلى متى سيتم وضع الحزب التقدم الاشتراكي والطائف الدرزي في الموقع الوطني للموقع الطائفي بدي أشكر مداخلة أستاذ حسن دي يمكن حكي بذات الجو اللي كان عم يحكي فيه الـ شو بتقول له بكلمتين لانه انتهى وقتي؟ بقول له ب... بكلمتين انه الحزب التقدمي الاشتراكي لم يتخلى يوما عن يعني ثوابت كمال جنبلاط ولا عن ولا عن اهدافه. م. نحن من الاحزاب الذين التي ظلمت في الحياه السياسيه اللبنانيه. ظلمتنا التركيبة الطائفية دفعتنا ثمن في الحرب ودفعتنا ثمن ما بعد الحرب لذلك لن يعني اطرح شعارات بهذا الاطار عم نحاول بالقدره اللي عنا اياها بالمساحه اللي عنا اياها بقياده الرئيس وليد جنبلاط عم نحاول انه نقدم اداء متجاوز للمتجاوز للبعد الطائفي للاسف متجاوز للتركيبه الطائفيه محل ما نحن موجودين كل واحد بالموقع اللي هو فيه وزاره نيابه مديريه مسؤول حزبي بمحل الى اخره عم نحاول نقدم اداء لبناني وطني انساني بالمتاح لنا التركيبه اقوى منا اقوى من يعني الشيء اللي نحن بنفكر فيه واللي بنطرحه واللي نحلم فيه للاسف استاذ حقه هو حقه هو يضل يحلم ونحن مثله عم نحلم بانه نخرج من هذه القوقعة الطائفية وأنه نخرج من هذا النظام السياسي الطائفي إلى نظام سياسي ناصر مع إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال كلمتين نعم أم بموضوع الموازنة بالتأكيد م. وبأي أمر استراتيجي بهذا الحجم لابد انه ترجع حكومه تصريف الاعمال تقوم بالدور اه الى حين تشكيل حكومه. النائب السابق وليد جملات نشر ب 9 كانون الثاني صوره اه لها معاني يمكن كثير بدي منك هيك توضيح لهيدي المساله اه العلم اللبناني على شط البحر وبوجه موجه عاتيه واصلة تضرب مش ماذا ينقص مش من اليوم مش من اليوم شو حذر مرارا وتكرارا رئيس شو الحزب ناطرنا اليوم بلبنان؟ حذر مرارا وتكرارا اذا بتاخذ بس الموضوع الاقتصادي رئيس الحزب من المتخوفين والقلقين جدا 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 على الموضوع الاقتصادي ولذلك قمنا بحركتنا اللي قمنا فيها حاولنا ان يعني ندق نقوس الخطر بهذا الـ بهذا الـ الامر وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نكون رايحين على عواصف سياسيه واكثر <applause> أستاذ ظافر ناصر أمين السر العام بالحزب التقدم الاشتراكي بدي أشكر حضورك بحوار أونلاين لكل ما أخذت مداخلاتهم عبر الواتس أب الهم انا بعتذر منهم والهم شكر كبير كمان على مداخلاتهم بركي الاسبوع المقبل بيشاركوا معنا وبكونوا معنا مباشره على الهواء كل اللي شاركوا اللي شاركونا بدي اشكرهم اللي كانوا عم بيشوفونا فويس اوف Lebanon على صفحه صوت لبنان 100.5 كمان بدي اشكرهم لمتتبعي برنامج حوار حوار اونلاين على تويتر والفيسبوك على عنوان البرنامج حوار اونلاين كمان شكر كبير لالهم المخرج بيير جامو كارول كارام جورج العلي بحيوكم والى اللقاء الاسبوع المقبل